أزمة النيجر بانقلابها ستلاحق بأثرها فرنسا ليس فقط من ناحية النفوذ وإنما الطاقة. الانقلاب بتداعياته سيلقي بظلاله على شوارع المدن الفرنسية، وهنا الآن في باريس سنشرح كيف. برج إيفل وسط باريس، المعلم الأكثر شعبية في العالم بسبعة ملايين زائر سنوياً، ومن أجل الحفاظ على جاذبيته في الليل كما في النهار زين بعشرين ألف مصباح. العرض اليومي للبرج يكلف 256 يورو كل يوم، ولكن هذا كان قبل الحرب الأوكرانية. حكومة ماكرون اضطرت بسبب الحرب لزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 19%، لا شيء مقارنة مع 120% وهي نسبة ارتفاع الأسعار في باقي أوروبا. السر يكمن مشاهدين في اعتماد باريس على الطاقة النووية لتغطية 70% من حاجتها من الكهرباء. لإضاءة برج إيفل كل ليلة تحتاج إلى كبسة زر بطبيعة الحال ولمداولة معقدة في البورصة، إذ يتعاقد الفرنسيون مع مزودي الخدمة الكهربائية الذين بدورهم يشترون كميات معينة من الكهرباء من المصدر الذي يوفر ثمناً أقل، وهنا لا يمكن منافسة المفاعلات النووية. فرنسا تمتلك 56 منها، لكنها للمفارقة لم تعد تمتلك منجماً واحداً لليورانيوم، وهي تستورد 8000 طن سنوياً. أما الغريب فهو شراؤها 50% من الكمية من النيجر، لكن البائع ليس إلا شركة أورانو المملوكة للدولة الفرنسية. لإنتاج كيلو وات واحد من الكهرباء يكلف الغاز 10 مرات أكثر من اليورانيوم و25 مرة من البترول، إضافة إلى أن فرنسا تصدر 6 مليارات دولار من الكهرباء ووقود اليورانيوم. هي ثروة تضمن استقلالية فرنسا كما وصفها شارل ديغول. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.